وعليكم شكرا أصدقائي، إن شاء الله تكونوا بخير. طبعا آسف على الانقطاع اللي صار من فترة طويلة ما نشر أي فيديو، لكن إن شاء الله بالأيام الجاية راح أكون مستمر وياكم. واليوم حاب أشرح لكم طريقة المشاهدة بالخاصية مع اليوتيوب، أعتقد هي جديدة اللي هي كارد بورد. طبعا الخاصية هذه كلش حلوة، اكتشفتها من خاصيتكم. شعار لم أقله أنا منصور، ولم ادخل على يقله الشيخ بدر خيارات والشيخ عادل، بالضبط، إنما مشاهدك قالته وضع الكارد السماء بورد والأرض الذي خلقها أعظم منا. مثل ما شفنا اصدقائي، لخلق حركة الجهاز براحتنا السماوات والأرض يفتح لنا كل أكبر من الجوانب. خلق الناس، ايضا ولكن فيديوهات اخرى، أكثر بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما شفنا اصدقائي الحمد لله رب شيء العالمين، كلش حلو. والصلاة والسلام على سيدنا وإلى هنا انتهى محمد الدرس، وأتمنى أن يعجبكم. لا وعلى تنسوا الضغط آله على زر الصوت وصحبه والسبسكرايب وزر اللايك. أجمعين. شكرا.